صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة ممثل مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إنه لمدعاة للسرور والسعادة أن أتناول الكلمة اليوم في مناسبة أثيرة ومؤثرة مثل هذه، مناسبة تكريم مجموعة من الأطر العاملة في قطاع التعليم المدرسي التي أسست خدمات جليلة لمنظومة التربية والتكوين، متجشمة دون ما بوح ولا من ولا شكوى، كثير التعب والمشقة وعظيم العناء. حضرات السادة والسيدات، إن لمقام التكريم شجونا تتداعى فيه العواطف والأحاسيس بجميل العبارات وصدق الكلام لهذه الفئة النيرة من المجتمع التي تستحق الشكر والثناء. لقد كنتم بحق المثل الذي يحتذى به في العمل الجاد والجهد المبذول والرؤية الثاقبة المتبصرة. نعم، لقد كنتم طيلة السنوات التي قضيتموها في قطاع التربية والتكوين مثالا للإخلاص والتفاني في أداء الواجب بكل جد واجتهاد، يهون في ناظركم التعب إذا ما اقترن بالعزم والإصرار على إدراك الطموحات النبيلة لا تبالون بعدة ولا سقم، تسيرون إلى الأمام دون تنكؤ ولا تباطؤ، حاملين في خللكم أهم المسؤولية الجسيمة المتمثلة في إشاعة العلم والمعرفة في أوساط ناشئتنا، مستمسكين بمشعل السير الحكيم التواق إلى تأديتها على الوجه الأكمل والصورة المشرفة. حري بنا أن نختار من اللغة أجمل الأساليب وأسمى العبارات لكي نوفيكم حقكم ولنعترف لكم خدماتكم الجليلة التي أسليتموها للقطاع بكل تضحية ونكران للداء ووفائكم للرسالة النبيلة التي أنيطت بكم. وحتى لو أسعفنا ذلك فإنها تبقى قاصرة عن الإفصاح عن صور الامتنان لكم والعرفان بجميلكم والتعبير عن أفضالكم على المنظومة منظومة التربية والتكوين. في ختام كلمتي هذه أتوجه بتعابير الامتنان والشكر الجزيل لممثلي مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي على هذه المغادرة الطيبة، والذين أبوا من خلالها إلا أن يجعلوا منها محطة لتجديد وتعميق أواصر التكريم والاعتبار لهذه الفئة التي أسعدت المتعلمين وخرقت سبل تنشئتهم وتهديدهم وتهيئهم لبناء مستقبل البلاد. فهنيئا لكم حضرات السادة بهذا التكريم الذي يستحضر كل المغازي مفعمة بالنبل والتبجيل والاحترام والتقدير، وألف تحية مشروعة بالود والامتنان. أملنا أن نكون جميعا في مستوى طموحات بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن، وشد أزره بصفه السعيد الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله.